أيتها الحرائر، بسم الله الرحمن الرحيم. بيان هام تؤكد اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية السعدية تمسك شباب الثورة بمطالب ثورتهم، وفي مقدمتها إسقاط بقايا رموز وأركان حكم علي صالح وتقديمهم للمحاكمة. وتعلن اللجنة التنظيمية رفض شباب الثورة وتنفيذهم في أي حوارات أو مبادرات مع بقايا نظام صالح، وتؤكد أن لا شرعية لأي اتفاقات ولن تكون هناك أي شرعية نتعامل معها ويقبل بها السعد اليمني إلا الشرعية الثورية. كما ينبه شباب الثورة الأخ عبد رب منصور هادي القائم بأعمال رئيس الجمهورية
بأنه يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل الجرائم التي ترتكب الآن من قبل بقايا حلول النظام وأبناء صالح، ولن يكون في منأى عن المساءلة طالما وقد قبل لنفسه القيام بمهام صالح. كما تحيي اللجنة التنظيمية أبناء أبيان السلميين الشرفاء وأولئك المشردين من منازلهم، والذي يتقرب نظام صالح بدمائهم وأرواحهم إلى المجتمع الدولي بدعم مكافحة الجماعات الإرهابية التي سلمهم زمام الأمور بالمحافظة، ويؤكدون أن هذه الدماء وكل دماء الشهداء لن تذهب هدرا. إن شباب الثورة وهم يؤكدون أنهم لا يعولون لإكمال نجاح ثورتهم على أي موقف إقليمي أو دولي. الصوت يريد مجلس انتقالي. ارفع راسك عالي عالي. ارفع راسك عالي عالي. اعلن مجلس انتقالي. اعلن مجلس انتقالي.